مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم الى لقاء يتجدد من القاهرة ورصد وتحليل لاهم الموضوعات والقضايا المحلية والاقليمية والدولية. في حلقة الليلة نتابع في اهم العناوين: الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين في اطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم. مصر ترحب بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي وتثمن التأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي. وزير التموين يؤكد أن الاحتياطية الاستراتيجية للقمح يكفي نحو 5 شهور. أما الوقفتان الحواريتان فستكون إحداهما عن الحوار الوطني كأحد ملامح الجمهورية الجديدة القائمة على العمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والازدهار. الوقفة الأخرى: مع استمرار القتال في أوكرانيا نناقش التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة الأوكرانية. نبدأ وقفتنا الإخبارية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم عملية التحول الرقمي به وتحقيق الشمول المالي والاعتماد على الاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري. خلال اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عرض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية، لا سيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة وتقديم الخدمات المالية وغير المالية بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلا عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية. ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة في إطار الخطط الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية. كما وجه السيد الرئيس باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية الجهاز ودعم عملية التحول الرقمي به وتحقيق الشمول المالي والاعتماد على الاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم وكذا تأهيل مديري المدارس بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في حامل أمانة هذه المسؤولية الكبيرة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق
بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، خاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل تقوم على معايير الموضوعية والتجرد والكفاءة والتميز والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. رحبت مصر اليوم في بيان صادر عن الخارجية المصرية بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي عن كل من الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية. وثمنت مصر ما تضمنه البيان من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وكذا تولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها. كما جددت مصر دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت. بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا مع المبعوث الأممي الخاص بسوريا جير بيدرسون مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا التي انعقدت بالقاهرة يوم 15 من أغسطس الجاري. أكد وزير الخارجية خلال الاتصال حرص اللجنة على استكمال المهمة المنوطة بها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا الشقيقة، كما اتفق على ترتيب لقاء ثنائي بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل. بدوره أعرب المبعوث الأممي عن تقديره الكبير لمجهودات مصر لتسوية الأزمة في سوريا، مؤكدا عزمه التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل البناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأخير. دعت مصر إلى التهدئة ووقف أي إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة أمس الأول. أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضرورة تجنب أي أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة. كما دعت مصر للعودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. شارك قداسة البابا تودروس الثاني في احتفال العيد القومي لدولة المجر الذي يوافق ذكرى تأسيسها على يد الملك ستيفن الملقب بقديس المجر. أقيم الاحتفال في ساحة بالبرلمان المجري بحضور كاتلين نوفاك رئيسة جمهورية المجر وأعضاء الحكومة وممثلي المنظمات الحكومية والعسكرية الأخرى. تضمن الحفل عرضا عسكريا بمصاحبة الموسيقات العسكرية، كما تم رفع العلم المجري وأدى ضباط الجنود القسم العسكري. كان البابا تودروس الثاني قد وصل أمس إلى المجر تلبية لدعوة رسمية من حكومتها للمشاركة في احتفالات العيد القومي للبلاد. تواصل المراكز الطبية المتخصصة عملها لاستقبال المرضى الذين تم إحالتهم من مراكز طب الأسرة لتقديم الخدمات العلاجية والدوائية والتشخيصية لهم وفقا لمبادرة الرئيس لاكتشاف المبكر لأورام الثدي وصحة المرأة، كما تقوم بتوفير البروتوكولات العلاجية لهم وعمل التدخلات الجراحية اللازمة لهم بالمجان. مركز أورام ميد غمر واحدة من مراكز الإحالة للحالات المرضية لأورام الثدي وصحة المرأة وفقا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقوم بعمل الكشف الطبي وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بل والتدخلات الجراحية لتلك الأورام كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية. تم توفير جميع أدوية العلاج الموجه سواء للمراحل الأولى أو المراحل المنتشرة
وبيتم تطبيق قرارات الام دي تي اولا باول. بيتم عمل لجنه عليا من تخصصات الميديكال انكولوجي والكلينيكال انكولوجي وقسم الاشعه التشخيصيه وقسم الباثولوجي وقسم جراحه الاورام. يتم اتخاذ القرار المناسب للمريض بعد ظهور نتيجه العينه وعمل التحاليل الدلالات الهرمونيه وعمل الاشعات اللازمه، وبذلك يتم تحويل المريض لجنه الام دي تي لاتخاذ القرار المناسب لعلاجه. كل الخدمات بتاعه المبادره بنعملها هنا، بدايه من الفحص الاكلينيكي للحاله تحت 35 سنة، لو في زي الستات ما بتقول كل كاعة موجودة في الثدي او محتاجة لأشعة فبتعمل سونار، فوق 35 سنة بتعمل سونار وماموجرام. بعد كده بتلجأ لموضوع ان هي بتعمل عينة، طبعا كل خدمات العينات موجودة هنا. تشخيص العينة بيبقى في خلال من اسبوع كماكسيمم بتبقى نتيجة العينة طالعة. المرحلات اللي فيها يعني الورم اكبر شوية ممكن بيتعمل استئصال تحفظي مع عملية اعادة بناء للثدي، عمليات تجميل يعني للثدي. والاستئصال العادي اللي هو لما يكون الحاله لا تسمح، يكون الاورام يعني اخذ اكتر من مكان في الثدي، ممكن يتعمل استئصال كامل للثدي. وبرضه حسب حاله المريضه، يعني لو المريضه طبعا صغيره في السن فاحيانا بتحتاج اعاده بناء، عمليه تجميل للثدي بتعمل يعني بتاخد جزء من العضلات ويتعمل اعاده بناء للثدي. كما يتم بمركز اورام ميد غمر عمل الفحوصات الطبيه واشعه الميموجرام المختصه باكتشاف الاورام الثدي بشكل مبكر والموجات فوق الصوتيه لتلك الحالات وتشخيصها بشكل دقيق. الحمله مش بتستهدف الناس اللي بتشتكي من وجود ورم او كل كعه او لا، احنا عاملينها على نطاق واسع ان اي امراه في سن معين تيجي، فده بيخلينا نكشف على حالات اعداد كبيره جدا، مما يساعد على كشف الحالات اللي هي ما بتشتكيش اصلا من حاجه. بنقيم الحالات على حسب الحاجه اللي موجوده عندنا، اذا كانت الليجن دي بناين حميده او كانت خبيثه، وبيتم التعامل معاها هنا في المركز بان الحالات كلها بتفتح لها ملف او عشان لو في تدخل جراحي او ان احنا نقدر نعالجها هنا في المركز، بتاخد كل علاجاتها وكل اجراءاتها هنا مجاني تبع الحمله. وبيتم متابعتها برضو لو حاله حميده وتستوجب المتابعه، بيتم متابعتها برضو على حسب الفتره، حسب الحاجه اللي انا لقيتها او الورم اللي انا لقيته عندي، بيتابع كل 6 شهور او بيتابع كل سنه. كما يتم صرف علاج اورام الثدي بشكل مميكن وفقا للمعايير والمقاييس الدوليه مع توافر كافه الادويه والبروتوكولات العلاجيه لهؤلاء المرضى. كل الادويه متوفره، ما فيش حاجه بتبقى ناقصه، الدوله بتحرص على كده واحنا كمان بيبقى عندنا حرص على كده. طبعا ادويه الكيمو الاورال اللي هو الاوت بيشنت بياخدها معايا موجوده، وعندنا طبعا الادويه لمريض الكانسر لما بياخد الجرعه فوق بيبقى واخد الادويه دي مع برضه وهو ماشي. دايما بنبقى عندنا املنا كبير ان المريض يلاقي احسن معامله واحسن رعايه وكل الادويه متوفره. انطباعات إيجابية انتابت مرضى الأورام كافة لما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية وتدخلات جراحية. هي الخدمة هنا كويسة جدا بصراحة، وهنا كل حاجة متاحة لأي حد يجي ان هو يكشف في المستشفى هنا، بصراحة الخدمة كويسة. جيت هنا أعمل متابعة مع مبادرة السيد الرئيس، وجيت هنا بصراحة في استعانة جامد والدكاترة هنا ما شاء الله عليهم بيهتموا بالمرضى. خدمات تشخيصية وعلاجية وتدخلات جراحية تتم هنا في مركز أورام ميد غمر وفقا لمعايير الجودة العالمية، بما يؤكد حرص الدولة المصرية على توفير خدمة علاجية لائقة للمواطن المصري. محمد حلمي، النيل. تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجستية التجارية بطنطا، وذلك عقب افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة، كما زار أكبر مخزن للأدوية في الشرق الأوسط. قال الوزير في مؤتمر صحفي عقب الافتتاح إن الاحتياطية الاستراتيجية للقمح يكفي حتى 4.7 شهر. من المراكز التكنولوجية إلى مراكز الخدمة إلى مراكز السجل التجارية إلى المناطق اللوجستية إلى المستودعات أيضا، لا يختلف الحال كثيرا سواء في الشكل أو بالمضمون. ففي كل المحافظات تم ميكنة السجلات التجارية وزادت بنسبة تصل إلى 30% في الأعوام الثمانية التي مرت. كان لدينا شبكة من مكاتب السجل التجاري تصل إلى 85 مكتب على مستوى 27 محافظة. النهاردة هناك 110 مكتب سجل تجاري بزيادة قدرها 22%. كل
كل الخدمات التجارية تقدم، كل ما يتطلبه صاحب المنشأة الوصول إلى أحد المكاتب في أي مكان لتسجيل منشأته بأريحية كبيرة. كده بإجمالي 10 مكاتب تم الانتهاء منهم فعلا بطنطا اللي احنا موجودين فيه حاليا. احنا مقارنة بالسنة اللي فاتت قدمنا 3.2 مليون معاملة، السنة دي بالعام المالي ده 3.8 مليون معاملة، ده بزيادة عدد المكاتب وتقليل زمن مدة المعاملة داخل مكتب السجل التجاري. حضرتك المكتب هنا بنقدم كافة المعاملات اليومية اللي بتتعلق بخدمات السجل التجاري بطنطا، من قيد، تأشير، تجديد، مستخرجات، شهادات بيان، شهادات سلبية. عدد المعاملات اليومية أو متوسط المعاملات اليومية بالمكتب بين 250 ل 300 معاملة يومية. هذه الأرقام جاءت خلال افتتاح المسؤول الأول عن التموين لمكتب السجل التجاري، إضافة إلى تفقد أكبر مخزن للأدوية بالمنطقة اللوجستية بطنطا. النهاردة احنا بصدد افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي، أيضا افتتاح أكبر منطقة لوجستية في منطقة الدلتا للأدوية. في الحقيقة دول إنجازين من الإنجازات اللي بتفخر بيهم محافظة الغربية، وبيعد من الإضافات الجيدة جدا للمنطقة اللوجستية. لتختتم جولة وزير التموين بعدد من التصريحات التي بدأها بمنظومة البنية التحتية والتحول الرقمي، وانتهى فيها بالمخططات الاستراتيجية التي تخدم المواطن في قطاع التجارة الداخلية وتطويره. فلا بد من إعادة صياغة هذا المفهوم، وبالتالي المناطق اللوجستية، المناطق التجارية، أسواق الجملة، وهتسمعوا عنها. بدون أسواق جملة لا يمكن الحفاظ على السلعة جيدة وعمرها أطول وتقليل فاقد، ثم المنافذ النهائية في التوزيع. فكان لابد من بناء كافة البنية الأساسية، سواء معلوماتية، سواء اتصالاتية، سواء هاردوير ومراكز معالجة بيانات، سواء ربط ما بين جهات مختلفة. الكلام ده ما بيحصلش في اليوم والليلة، ولكن تم والحمد لله تم. بقول نستطيع أن نؤدي أي خدمة في السجل التجاري. وبحسب الأرقام أنشئ ما يصل إلى 20 منطقة لوجستية، إضافة إلى إنشاء 4 مستودعات كبرى ضمن 12 مستودع مخطط لإنشائها. رمضان الشحات، النيل. أظهرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت 66 مليارا و7 من 10 من المليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وتصدرت السعودية قائمة أعلى 10 دول استثمارا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 من 10 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليارا، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1 مليار دولار. قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 671 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 506.5 من 10 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 32%، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريا اعتبارا من يوليو الماضي. وأكد بيان الوزارة المالية حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، مشيرا إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجمير أوضاعهم الوظيفية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي له. استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم السفير كيم يونغ هيون سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، يرافقه وفد رفيع المستوى بهدف بحث سبل التعاون المشترك. استعرض رئيس الهيئة مستجدات العمل بمشروعات تطوير المجرى الملاحي التي تنفذها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، وعلى رأسها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، والذي يستهدف ازدواج المنطقة من 122 كيلومتر إلى 132 كيلومتر،
ترقيم قناة بطول 10 كيلومترات بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلومتر 132 وحتى الكيلومتر 162 ترقيم قناة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين لمحدود الدخل. أوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى إن وجدت بصورة إلكترونية. نجحت وزارة السياحة والآثار في أعمال فك وتركيب وإنقاذ مشهد آل طبطبة، أقدم أثر يعود إلى الدولة الإخشيدية من موقعه القديم على حافة بحيرة عين الصيرة إلى موقعه الجديد إلى جوار متحف الحضارة. مشهد آل طبطبة هو ضريح تم تأسيسه في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، وذلك إبان الدولة الإخشيدية. ويضم المشهد رفاة من ينتهي نسبهم الشريف إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو تجسيد رائع للأضرحة في عمارة مصر الإسلامية. المشهد هنا هو كان تعرض لفترة كبيرة من الإهمال أدى إلى وجوده في بركة بحيرة عين الصيرة على مسافة أو عمق 2.70 متر وسط مياه كبريتية كان مصيره إلى الهلاك، إلا أن قيادات العمل في وزارة الآثار قامت بخطوة جريئة لنقل هذا الأثر من مكانه الذي كان سيؤدي إلى وفاة المدفن ووفاة بالإضافة إلى وفاة صاحب المدفن، وتم نقله إلى هذه الأرض. المشهد عبارة عن مستطيل غير منتظم، وفي نهايته الجنوبية يوجد قبتان، وفي الجزء الشمالي الشرقي من سور المشهد يوجد المدخل، وإلى يساره يوجد حجرة مربعة يغطيها قبة تحتوي على بئر يغذي المشهد بالمياه. شكل مستطيل مساحته 30 متر في 20 متر يأخذ اتجاه القبلة عشان المدفع، عشان اتجاه القبلة كما هو معروف في معظم المدافن والقباب الضريحية اللي موجودة في المكان. المشهد أثريا عبارة عن قبتين، قبة كبيرة وأخرى صغيرة بالإضافة إلى عدد من القبوات، بالإضافة إلى قبة البير اللي كان بيمد المشهد بالمياه. المشهد في مدفون فيه عدد كبير جدا من أسرة طبطبة. عند إعادة الفك وإعادة البناء تم نقل هذه الأضرحة بنفس مكانها وبنفس أوضاعها القديمة. المشهد ملحق به مسجد على شكل مربع يبلغ طوله 18 مترا ومبنى من الطوب الآجر، أما المحراب فيقع في الجانب الشرقي من المشهد. اللي احنا واقفين فيه ده المصلى الخاص بالمشهد، 9 دعامات مبنيين من الطوب الاجر اللي هو الطوب الاحمر. احنا برضو في عند عادة الفك والبناء تم استخدام الطوب اللي تم فكه وتم معالجته، تم استخدامه مرة تانية بالاضافة الى عدد من او كميات من الطوب الحديث تم تصنيعه بنفس المواصفات الخاصة بالطوب القديم. المدفن والضريح والمشهد مسميات متقاربة لكن المعاني مختلفة، فالمدفن لعامة الناس والضريح للأولياء، أما المشهد لمن شهد الناس أنه من آل البيت. من مشهد الطبطابة بمصر القديمة، أشرف مبارك، النيل. اختتمت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية. قال محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تعد الأولى ضمن محافظات الجمهورية من حيث إنتاج ثمار المانجو، مشيرا إلى أن حصاد المحصول بالمحافظة يبدأ أواخر شهر يوليو ويستمر حتى سبتمبر، حيث تشهد الأسواق خلال تلك الفترة توافر جميع أنواع المانجو بأسعار مناسبة مع ارتفاع نسبة التصدير للخارج. وسط فعاليات متنوعة استمرت على مدار يومين اختتم مهرجان المانجو الدولي بالإسماعيلية فعالياته. احنا ببساطة شديدة اللي زودناه عن النسخة الأولى الملتقى التصديري،
ببساطة السنة اللي فاتت كان في أهداف كتيرة للمهرجان، كان أحلى حاجة وصلت لأهدافها وخدنا فيدباك من الناس اللي كانوا موجودين بعدها، الناس نجحت إن هي تصدر لدول جديدة. طبعا التصدير ده من أكتر الأهداف اللي ماشية مع أهداف الدولة والحاجة اللي احنا كلها بنحاول نساعد فيها. من هذا المنطلق بدأنا نعمل تعاون رسمي وتم بالفعل مع مجلس تصدير الحاصلات الزراعية ومجلس تصدير الصناعات الغذائية اللي بدورهم قاموا بدعوة مجموعة كبيرة من الممثلي شركات التصدير عشان المزارع الموجودة هنا والمصانع اللي بتعمل مصنعات المانجا تقدر تقابل الجمهور بتاعها بره مصر. وعلى هامش المهرجان نظمت محافظة الإسماعيلية ملتقى تصديري ضم العديد من الملحقين التجاريين من مختلف الدول المشاركة. احنا بنشتغل في محصول المانجا في محافظة الإسماعيلية هنا، بندي دعم لصغار المزارعين عشان نحسن من انتاجيتهم ونزود دخلهم، والحمد لله احنا خلال الموسمين نجحنا ان احنا نطور الزراعة بتاعة المزارعين ونحاول ان احنا نقلل تكلفة بتاعة الانتاج ونقلل استخدام المية واستخدام المبيدات، والحمد لله نجحنا نضاعف الانتاجية بتاعتهم. والموسم الثاني في المهرجان المانجا في الإسماعيلية احنا بنشارك عشان نحتفل مع المزارعين بتاعتنا. كان في ورش عمل بدأت من نهاية المهرجان الاولاني عشان نطلع بالصورة الطيبة اللي ظهر فيها المهرجان السنة دي. المهرجان السنة دي بيختلف عن السنة اللي فاتت، كان السنة اللي فاتت مشاركة 12 دولة اجنبية، النهاردة احنا عندنا 27 بزيادة 250% النسبة المئوية، فان شاء الله بنأمل ان احنا نطلع بمانجة الإسماعيلية العالمية أكثر وأكثر. تشتهر محافظة الإسماعيلية بزراعة أجود أصناف المانجو، حيث تحتل المانجو ثلث المساحة المزروعة بالمحافظة، ويقدر ما يتم تصديره بنحو 5 مليون دولار في العام للعديد من الدول العربية والأوروبية. استمراراً لجهود محافظة الإسماعيلية لزيادة الاستثمار الزراعي والتوسع في زراعة المانجو، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير والترويج السياحي للمحافظة، جاءت فعاليات النسخة الثانية للمهرجان الدولي للمانجو. من داخل محافظة الإسماعيلية، أمل صبري، النيل. هزت انفجارات ضخمة مناطق متفرقة في وسط السودان، في حين وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط منطقة المهندسين بأم درمان وولاية غرب كردفان المحاذية لدارفور. بينما يئن السودان تحت وطأة المعارك المستمرة للشهر الخامس على التوالي، يستعر القتال في مدن العاصمة الثلاث، فيما تدوي انفجارات ضخمة في مناطق متفرقة من البلاد. شهود عيان أفادوا بوقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط منطقة المهندسين بأم درمان، كما هزت انفجارات عنيفة أحياء الديم والصحافة والعشرة جنوب وشرقي الخرطوم، وسمع دوي انفجار ضخم في محيط منطقتي جبرة والشجرة. الجيش أعلن أن طائرات مسيرة قصفت في ساعات متأخرة من الليل أهدافا للدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم، من بينها مبنى يستخدم مخزنا للذخيرة، فيما لم ترد أنباء عن عدد الضحايا. ومع اتساع رقعة القتال في ولايات دارفور الخمسة، تصاعدت المعارك خلال اليومين الماضيين في نيالا بإقليم دارفور، كما شهدت مدينة الفولة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، أحرقت فيها مقرات حكومية أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين. مناطق جديدة في أقاليم كردفان والنيل الأزرق والجزيرة دخلت دائرة المعارك أيضا، فشهدت مدينة الأبيض كبرى مدن إقليم كردفان كرا وفرا وتبادلا في السيطرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الساعات الماضية، كما وقعت اضطرابات كبيرة في مدن أخرى خاصة مدينتي النهود وقادقلي. ويرى محللون أن اتساع نطاق الحرب في السودان التي خلفت أكثر من 4000 قتيل يفاقم المخاوف من حرب شاملة في أنحاء البلاد، مما يلقي بظلاله على مصير أكثر من 4 ملايين نازح فروا إلى مدن داخل الحدود هربا من أعمال العنف في إقليم دارفور، علاوة على مئات الآلاف من النازحين خارج البلاد. أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر أن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز 3 سنوات،
محذرة من أن أي هجوم يستهدف بلاده لن يكون سهلا على المشاركين فيه، وأضاف أن بلاده لا تريد الحرب وتظل منفتحة على الحوار. وسط تحذيرات من تدخل عسكري محتمل، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز 3 أعوام، محذرا من أن أي هجوم يستهدف بلاده لن يكون سهلا على المشاركين فيه. باختصار، لا يريد كل من المجلس العسكري الحاكم أو شعب النيجر خيار الحرب، لكن دعونا نوضح أنه إذا تم شن هجوم ضدنا فلن يكون بمثابة نزهة في حديقة كما يبدو للبعض، وإنما في الحقيقة سيجدون أنفسهم في مواجهة 26 مليون مواطن من شعب النيجر. وأبدى تياني استعداد المجلس العسكري للحوار، منددا في الوقت نفسه بما وصفه بالعقوبات غير القانونية واللا إنسانية التي فرضتها إكواس على النيجر منذ استيلاء الجيش على السلطة. خطاب رئيس المجلس العسكري تزامن مع زيارة وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس إلى نيامي، حيث التقى الرئيس المعزول محمد بازوم في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة. كما التقى وفد إكواس بعض المسؤولين العسكريين، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا اجتمع الموفدون بالجنرال تياني. وتثير ظروف احتجاز بازوم قلق المجتمع الدولي والكثير من الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، ودعت دول ومنظمات عدة إلى الإفراج عنها. ولا تزال إكواس تمنح الأولوية للدبلوماسية على الرغم من إعلانها مساء الجمعة أنها مستعدة للتدخل العسكري لإعادة النظام الدستوري بالقوة. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم بأشد العبارات هجمات واعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة في نابلس ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القرى المجاورة، كذلك الهجمات على المواطنين وسيارتهم في القدس وعلى الطرق الرئيسية ومفترقاتها في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن عدم معاقبة المستوطنين الإسرائيليين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم. يأتي هذا في حين أغلقت المدارس الفلسطينية أبوابها في بلدة حوارة بالضفة الغربية وسط عمليات تمشيط إسرائيلية للقبض على المشتبه به في قتل مستوطنين بالبلدة أمس. تمثل بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مصدر متاعب لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وبعد مقتل مستوطنين اثنين بالرصاص لم تتوقف عملية تمشيط قوات الاحتلال بحثا عن المشتبه بهم في الواقعة، كما امتدت عملية التمشيط الإسرائيلية إلى عدة قرى في المنطقة بينها عقرب وبيتا القريبتان من نابلس. وعلى الرغم من الهدوء الحذر الذي يسود البلدة، أغلقت المدارس الفلسطينية أبوابها في أول أيام العام الدراسي الجديد بناء على طلب الأهالي خوفا من رد فعل المستوطنين الذين اعتدوا على ممتلكات فلسطينية في حوارة وجبل صبيح جنوب محافظة نابلس على مقربة من قوات الاحتلال الإسرائيلية. ولقيت اعتداءات المستوطنين إدانة شديدة من وزارة الخارجية الفلسطينية. ووسط حالة التأهب الأمني الذي يسود الضفة الغربية المحتلة، بدأ التخبط في رد فعل قوات الاحتلال، حيث أصيب إسرائيلي برصاص قوات الاحتلال حين أطلقت القوات النار على ملثمين للاشتباه بهم في مستوطنة معالي ليفونا قرب نابلس، ثم تبين أن الملثمين إسرائيليون. وتضم الضفة الغربية المحتلة عدا القدس الشرقية ما يقرب من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية انتشرت وسط 3 ملايين فلسطيني. وتشهد الضفة الغربية منذ عام 1967 تصاعدا في عمليات الكر والفر بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويتركز التصعيد في مدينتي نابلس وجنين. وقد أسفر التصعيد بين الجانبين منذ بدء العام عن استشهاد ما يقرب من 218 فلسطينيا ومقتل 30 إسرائيلية. على الجانب الفلسطيني الآخر، وفي حدث نادر على شواطئ غزة، يستمتع الفلسطينيون من جميع الأعمار أثناء جلوسهم في الهواء الطلق بمشاهدة الأفلام على شاشة كبيرة. جاء ذلك بفضل مبادرة أقدم عليها المخرج الفلسطيني علي مهنا
مع مجموعة من أصدقائه لوزارة الثقافة بهدف إقامة سينما مفتوحة على البحر بأقل الإمكانيات. يقام العرض في أحد المقاهي ويروج لقضايا ثقافية وتاريخية، كما يعرض أفلاما كوميدية للأطفال في أول تجربة لمشاهدة فيلم على شاشة كبيرة منذ إغلاق آخر دار عرض في القطاع قبل أكثر من 3 عقود. أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا التزام بلاده والدنمارك بتزويد أوكرانيا بطائرات F-16 المقاتلة بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء الهولندي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي وصف القرار بالتاريخي. يعد هذا الإعلان الذي جاء خلال زيارة زيلينسكي لهولندا أول تعهد فعلي بتسليم طائرات F-16 للقوات المسلحة الأوكرانية. من ناحية أخرى، أعلنت موسكو أن مسيرات أوكرانية استهدفت 3 مناطق روسية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وأجبر مطارين في موسكو على تحويل الرحلات لفترة وجيزة. 3 مناطق روسية استهدفتها مسيرات أوكرانية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وأجبر مطارين في موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة. أبلغت منطقتا كورسك وروستوف في روسيا الواقعتان على الحدود مع أوكرانيا عن ضربات بطائرات بدون طيار، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت طائرة مسيرة أوكرانية في موسكو، ما أدى إلى تحطمها في منطقة غير مأهولة بالسكان. وقال حاكم منطقة كورسك أن 5 أشخاص أصيبوا واندلع حريق عندما اصطدمت طائرة بدون طيار بمحطة للسكك الحديدية، فيما قال حاكم روستوف أنه لم تقع إصابات أو أضرار. وأصبحت ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على كل من المناطق الحدودية والعاصمة الروسية شائعة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، مع تكرار الضربات على الحي المالي في موسكو. وقالت روسيا في مايو إن طائرتين أوكرانيتين بدون طيار حاولا مهاجمة الكرملين. وترجع روسيا التطور النوعي في الهجمات الأوكرانية للمساعدات العسكرية الغربية، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكوف إن تدريب الأوكرانيين على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16 بدأ، لكن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل وربما فترة أطول. وقال ريزنكوف في مقابلة تلفزيونية إن 6 أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين. وكان مسؤول أمريكي قد أعلن الخميس إن واشنطن وافقت على إرسال طائرات F-16 إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا لمواجهة روسيا بمجرد اكتمال تدريب الطيارين. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عبور 25 مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية خط الوسط لبضيق تايوان في وقت تجري فيه الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة. في ظل تصاعد الأزمة بين بكين وتايبي، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية إن 25 مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان. وأوضحت الوزارة في بيان لها إن من بين المقاتلات طائرات من طراز سو-30 وJ-11. كانت الصين قد أجرت تدريبات عسكرية جوية وبحرية حول تايوان في رد فعل غاضب على زيارة ويليام لي نائب رئيس تايوان للولايات المتحدة. واعتبرت الصين تدريبات بمثابة تحذير صارم لتايوان عقب زيارة لي القصيرة إلى الولايات المتحدة. وزارة الدفاع التايوانية قالت إنها رصدت 42 طائرة وثمانية سفن صينية تشارك في التدريبات حول الجزيرة، فيما أكدت الوزارة أنها على استعداد تام لحفظ الأمن في البلاد. ومضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 100 كيلومتر يشكل خط الوسط فيه منذ عقود حاجزا غير رسمي بين الجيشين، إلى أن بدأت الطائرات العسكرية
الصينية عبوره بشكل دوري منذ عام. كان مسؤولون تايوانيون قد توقعوا إجراء الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة، مستخدمة توقف لي في الولايات المتحدة ذريعة لترهيب الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وجعلهم يخشون الحرب. لكن لي الذي يعد المرشح الأكثر حظا قال في تصريحات له إن الأمر لا يعود إلى الصين لتقرر من سيفوز في الانتخابات، مؤكدا إن الانتخابات التي ستجرى في الجزيرة العام المقبل تشكل اختيارا بين الديمقراطية والاستبداد. وتوقف لي في الولايات المتحدة في طريقي الذهاب والعودة من باراغواي، مما أثار غضب بكين التي تعده انفصاليا يشكل خطرا في الجزيرة التي تقول إنها جزءا من أراضيها. أصدرت السلطات في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا أوامر بالإجلاء ل 35 ألف شخص، أي مثلي العدد في اليوم السابق، في حين حذرت السلطات من أن الأيام المقبلة ستكون صعبة بعد أن اشتدت حرائق الغابات، وأعلن الإقليم حالة الطوارئ لمنح مسؤولين صلاحيات رسمية مؤقتة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة في الإقليم وتسببت في إغلاق بعض قطاعات الطرق السريعة. الحرائق العنيفة المشتعلة في كندا أرغمت السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص من شمال البلاد وغربها، حيث واصلت عناصر الإطفاء مكافحة حرائق نادرة من حيث شدتها، وتلقى نحو 30 ألف شخص أوامر بإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتش كولومبيا غرب كندا مع اقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا. في الوقت نفسه تم وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء، وحذرت السلطات من أن الأيام المقبلة ستكون صعبة. وأعلن الإقليم حالة الطوارئ لمنح مسؤولين صلاحيات رسمية مؤقتة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة في أنحاء مقاطعة بريتش كولومبيا وتسببت في إغلاق بعض قطاعات الطريق السريع بين المحيط الهادئ وبقية أنحاء غرب كندا، ودمرت الكثير من الممتلكات، وفر أكثر من 15 ألف شخص برا، وأجلي 3800 شخص جوا، فيما استدعي 300 من عناصر الإطفاء على الأقل لمكافحة النيران في أحد أكبر تحرك للأجهزة تشهده المنطقة المعزولة جدا في أقصى الشمال الكندي، كما أغلق المجال الجوي للمنطقة للمساهمة في جهود مكافحة النيران بواسطة الطائرات. ويتوقع مسؤولون حكوميون استمرار موسم الحرائق حتى الخريف بسبب ظروف الجفاف المنتشرة على نطاق واسع في البلاد. وتشهد كندا هذه السنة موسم حرائق غابات هو الأشد على الإطلاق، تسبب بإجلاء 168 ألف مواطن عبر البلاد، وأتى على 14 مليون هكتار من الأراضي، ما يساوي ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في 1989. أعلنت المفوضية الأوروبية أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي باتت ممتلئة بنسبة 90% قبل شهرين ونصف الشهر من المهلة المحددة لبلوغ هذا المستوى في الأول من نوفمبر المقبل. القارة العجوز مستعدة تماما لفصل الشتاء المقبل، هكذا أعلنت المفوضية الأوروبية. المفوضية أكدت أن منشآت التخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي باتت ممتلئة بنسبة 90% قبل شهرين ونصف الشهر من المهلة المحددة لبلوغ هذا المستوى في الأول من نوفمبر. وفي أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وخفض الاتحاد الأوروبي من وارداته من الغاز الطبيعي، اعتمدت الدول 27 في يونيو 2022 إطارا تشريعيا يلزمها أن تكون منشآت تخزين الغاز فيها ممتلئة بنسبة 90% على الأقل بحلول الأول من نوفمبر من كل عام. ويرمي هذا الإجراء لتعزيز استقلالية الاتحاد في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على امدادات الغاز الروسي. وشكل الغاز الروسي في الربع الأول من العام الجاري نسبة 15% من واردات الاتحاد الأوروبي، وهي حصة تقلصت إلى النصف في غضون عام واحد. في المقابل زاد الأوروبيون في الفترة نفسها من مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، ورغم ذلك لا تزال سوق الغاز عرضة لتقلبات مفاجئة.
ففي مطلع أغسطس ارتفعت أسعاره بسبب تهديدات بإضرابات في منشآت أساسية للغاز في استراليا، وبدفع من تزايد الطلب الأسيوي على هذا الوقود. وتعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% خلال الفترة من أبريل 2023 وحتى نهاية مارس 2024 مقارنة بالمعدل المسجل خلال الأعوام ما بين 2017 و2022. قالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية اليوم إن مركبة الفضاء الروسية لونا 25 تحطمت على سطح القمر بعد دخولها لمدار غير خاضع للسيطرة. تعد هذه أول مهمة روسية إلى القمر منذ 47 عاما، ويسلط فشلها الضوء على الضغط الذي يعانيه الاقتصاد الروسي في الوقت الذي تواجه فيه العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. انتهت وقفتنا الإخبارية في من القاهرة، والآن حان موعد موجز بأهم وآخر الأنباء بصحبة الزميل خالد عاشور. أهلا بك خالد، تفضل.